دكتور خالد بطير في ضيفي في جدة انضم إلينا الآن. دكتور خالد أهلا بك إلى تقرير خاص. إذا واشنطن بوست كما أشرنا تؤكد أن لديها صور ومقاطع فيديو حول استخدام الفوسفور الأبيض من قبل السعودية في اليمن، كيف ينظر داخل المملكة لهذه التقارير وهذه الاتهامات؟ تبقى أنها تقارير إعلامية لم ترقى إلى تهم حقيقية تقدم من جهات موثوقة. لم أطلع على هذه المقاطع ولا أعرف مدى صدقيتها، وأعتقد أنه من الصعب جدا أن تكون في وسط معركة وتقدر وتحدد بالتأكيد أن الذي استخدم هذا السلاح أو ذاك هو هذا الطرف على بالتحديد، ولا تعرف أيضا إذا كان هذا التاريخ وهذا المكان موثوقا. لا يكفي، أنا أستطيع من خلال الإنترنت أن أعطيك صورا تثبت أن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في أي مكان في العالم، قد تكون صحيحة وقد تكون مزيفة. فهذا يعني ننتظر التحقيق من جهة دولية محايدة للتأكد من ذلك، ولكن الذي أعرفه أن المملكة العربية السعودية تحظر استخدام الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ضد المدنيين، وإذا حصلت أخطاء فهي تجري حول تحقيق مباشر وتسعى لعدم تكرار هذه الأخطاء، ولكن كولاترال دامج الإشكالات تحصل أحيانا من خلال أخطاء يتسبب فيها الطرف الآخر كأن يتحصن بالمدنيين في بعض المناطق، ونضطر إلى الرد على النيران في الموقع الذي أتت منه هذه النيران ويكون تحصن بالمدنيين، ثم يقول انظروا هؤلاء قد ضربوا هذا الموقع وفيه مدنيين. نعم. طيب، انضم إلي الآن عبر الهاتف الأستاذ فهمي اليوسفي رئيس الدائرة السياسية لحركة خلاص اليمنية من صنعاء. أستاذ فهمي أهلا بك، نتحدث عن هذه التقارير. هناك اتهامات في المقابل للحوثيين أيضا بأنهم استخدموا قنابل عنقودية في قصف مناطق سكنية ومواقع مدنية داخل السعودية، يعني كيف تنظرون أيضا إلى هذه الاتهامات؟ أولا مساء الخير لكم ولكل مشاهدي قناة الحرة. مساء الخير. أعتقد السعودية هي أول من بدأت العدوان على اليمن، ولا زالت حتى اليوم رغم أن عدوانها غير شرعي بكل المقاييس، بدأت باستخدام الأسلحة المحرمة وفقع الطعن، شاهد على ذلك بأمانة العاصمة التي راح ضحيتها حوالي 100 شهيد و800 جريح ناهيك عن المدارس بتلك الأسلحة الفراغية، وايضا لا زالت الاثار الناجمه عن القصف بالاسلحه المحرمه خير شاهد في محافظه حجه والعديد من المناطق وكثير من الاماكن الذي اصبحت حتى الامراض الخطيره الناتجه عن هذه الاسلحه ايضا تحتاج لفحص كثير من المنظمات الدوليه، لكن السعوديه هي استخدمت هذه الاسلحه المحرمه، وبالتالي كان التخطيط من وقت مبكر لاستخدامها حتى استطاعت عزل وتخفيف وتخويف. طيب يعني طب بالمنطق يا استاذ فهمي، طب بالمنطق يعني لماذا تستخدم اسلحه لماذا تستخدم السعوديه برايك اسلحه محرمه، يعني ان صحت هذه التقارير ما المنطق في ذلك من وجهه نظرك؟ لانها عجزت وفشلت من التقدم نحو صنعاء بأكثر من مكان، ولم تحقق أهدافها العسكرية من خلال القصف الجوي الوحشي المستمر الغير مبرر حتى بالقانون الدولي. هي ارتكبت جرائم، والجرائم ليست غريبة بالنسبة على السعودية، هي مدمنة جرائم منذ أكثر من 100 عام، وهي لكن أنت لم تجبني على سؤالي أستاذ فهمي، يعني القنابل العنقودية المتهم بها الحوثيون أيضا بقصف مناطق سكنية وتزويد هذه القنابل بقطع الحديد والمسامير لإحداث أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين، يعني يا عزيزي دائما كتبرير للجرائم التي ترتكبها السعودية هي توجه الاتهامات للحوثيين. الحوثيين لديهم أسلحة تقليدية يعني شخصية
يعني اكثر سلاح يمتلكه الحوثيين الان ويدخلون فيه جراحات القتال هو هذه البوازيك الخارقه والحارقه، اي الصواريخ الكتفيه تصل الى 400 متر مداها، فضلا عن الكلاشينكوف هذا السلاح الاقوى الذي بيد الحوثيين. لكن سلاحهم الاقوى هو الاراده الفولاذيه التي لم تستطيع السعوديه كسرها، على اعتبار ان الذي يحمل قضيه يقاتل بمعنويه طيب. اكثر من الشخص الذي لم يحمل قضيه. طيب وصلت الفكره، ارجو ان تبقى معي استاذ فهمي اليوسفي من صنعاء، الحديث مستمر معك ومع ضيوف الكرام خالد بطرفي في السعودية وديفيد ديروش في واشنطن، وسينضم إلينا بعد قليل باسم الشعبي كذلك ضيفي من عدن. بعد الفاصل أرجو أن تبقوا معنا. رياضة الرالي خلاص ما بقتش حكرة على الرجالة، القوة ليست في اليد فقط. الإنسان عشان يصل للنجاح لازم يكون بيحب الشغل اللي هو بيعمله. القوة هي الإرادة والشجاعة في المواقف. بلاقي ونفسي في وسط الأسود بتعلم منهم الشجاعة وعمري ما هبعد عنهم أبدا. ست بمية راجل الموسم الثاني ابتداء من الأول من أكتوبر عبر قناة الحرة. هناك أمور أساسية في هذه الحياة تبحث عن إجابات، خصوصاً في هذا العصر الذي نعيش فيه. هناك أحداث وتطورات وقضايا، موضوعات هامة تتباين عليها الآراء ويجتمع عليها أهم الشخصيات. هو اتصال دائم عبر وسائط التواصل الاجتماعي. بالفعل هذا ما نحتاجه. ما تبحثون عنه يبحث عنكم. ما عليكم إلا المشاركة بأفكاركم وآرائكم في أنت ونبيلة. أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص. استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في اليمن موضوع حلقتنا الليلة. أعود للدكتور خالد بطرفي ضيفي في جدة. طيب دكتور بطرفي، سمعت كلام السيد مهدي اليوسفي، هناك اتهامات للمملكة باستخدام هذه الأسلحة، يعني في تفسيرهم ومنطقهم أنها بسبب عدم قدرة المملكة على حسم المعركة العسكرية بالأسلحة التقليدية، يعني ردا على أنهم يتحصنون بالمدنيين وما إلى ذلك. هم يقولون إن المملكة لم تستطع أن تنهي هذه العملية العسكرية بشكل حاسم، وبالتالي لجأت إلى استخدام هذه الأسلحة. كيف ترد على هذه النقطة؟ الذي يلجأ إلى استخدام هذه الأسلحة هو الذي ليس عنده خيارات أخرى، ولكن المملكة عندها كل الخيارات والأسلحة الأقوى فتكا وتأثيرا، فلماذا تلجأ إلى سلاح محرم لتفسد حملتها كلها؟ يعني هذا كلام غير منطقي. المنطقي هو أنهم هم الذين لا يملكون خيارات فيستخدمون الأسلحة الممنوعة، يلجؤون إلى قصف المناطق المدنية سواء في تعز أو قبل ذلك كانت في عدن في المناطق الجنوبية، هذا كله موثق وهم يؤمنون بطريق بأسلوب الأرض المحروقة. يعني ما يحدث في تعز الآن موثق منذ عامين، يقصفونها يوميا للمناطق المدنية، وهم يقصفون المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية. ثم ضيفك يقول لما عندهم غير الكلاشينكوف، طيب ما صواريخ زلزال التي حصلوا عليها من إيران وهي صواريخ سكود، هل هذه تعتبر كاشيوكا ولا كلاشينكوف؟ هذه أسلحة تستخدم عشوائيا في محاولة الوصول إلى مناطق مدنية، وكل هذا موثق بالصوت والصورة وموثق أمام المنظمات الدولية. فالذي يدعونه ليس له أي دليل ولا يبرره المنطق، يعني ليس له أي منطق حتى. وما نقوله نحن هو موثق بالأدلة ومشاهد بالعين المجردة في مناطق مثل تعز اليوم. نعم. طيب يعني أعود للأستاذ فهمي اليوسفي بهذه النقطة. كلام الأستاذ خالد بطرفي يعني فيه شيء من المنطق، لأنه أيضا في الجانب الآخر هناك اتهامات بأن الحوثيين يستغلون هذا الموضوع أو ينشرون هذا الموضوع بشكل كبير للتغطية على يعني التراجع العسكري الحاصل لهم أمام قوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي على الأرض وأمام التحالف الذي تقوده السعودية في الجو. يعني هذه قضايا مختلقة ليس إلا.
كما أن الحوثيين يتحصنون في مناطق فيها مدنيين، وهذا هو له الأثر البالغ في وقوع أكبر قدر من المدنيين. كيف ترد على هذا الكلام أيضا أستاذ فهمي؟ أولا أنا أعترض بأن هناك سلاح محلي صنع صواريخ، سواء زلزال أو هذا الزلزال الذي ذكر أو قاهرة أو غيره، لكن ليس صناعة إيرانية على حد تعبير الأستاذ خالد. هذه صناعة محلية والمعاناة خلقت الإبداع في هذا الجانب. عندما يقول بأنهم يتحصنون بالقوات المدنية بهذا الجانب، هذا الكلام غير صحيح، وبالذات في محافظة تعز الذي هي محافظتي ومتتبع لمجرى الأحداث أولا بأول ما يجري فيها. تعز على وجه التحديد لو نزلت المنظمات الدولية إلى هذه المحافظة ستجد أن كل السلفيين وكل الإرهابيين الذين تم استقبالهم من 20 دولة الذين كانوا في دماج تم نقلهم إلى محافظة تعز، إلى عمق المدينة، إلى عمق المدينة يتحصنون بها ويتحصنون بالأهداف المدنية. دائما هم يلجؤون لهذا الكلام للتبرير، ولديهم وسائل غلاف، واستقدموا أيضا حتى أصحاب مشاريع الغلاف من الداخل لتبرير جرائمهم في محافظة تعز، وبالذات في دعم السعودية للإرهاب في هذه المحافظة. فالجزائريين الذين يقتلون اليوم داخل هذه المحافظة تؤكد أن السعودية هم داعم الداعم لهذه المحافظة ويتحصلون. نعم، لكن أيضا أستاذ فهمي اسمح لي، يعني بالمنطق، يعني كما قال أستاذ خالد بطرفي، هو السعودية هي الطرف الأقوى عسكريا، وهي بالتأكيد لا تريد أن تفسد حملتها باستخدام هذه الأسلحة المحرمة، وهي الطرف الأقوى الذي لديه يعني كل الأسلحة والقدرة المادية حتى على شراء الأسلحة، وبالتالي يعني تبقى الاتهامات في جانبكم أنتم بأن الحوثيين يتحصنون بالمدنيين، وهذا يدفع قوات التحالف للرد على هذه المناطق بما يوقع مدنيين. يا عزيزي أنا أتمنى أن تزور اليمن لكي مرست وتشاهد ذلك على الميدان. السعودية ليست الآن الأقوى في الوقت الراهن، هي لم تستطيع استعادة كثير من المناطق التي الآن أصبحت تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية في نجران وغيزان وعسير، ولأن الحوثيين لا يتحصنون بالمدنيين لم يدخلوا مدينة نجران المدينة، هم الآن أصبحوا على سور مدينة نجران وتعهدوا بعدم المساس بالمدنيين وأخلاقيتهم، رغم أنني لست حوثيا ولست شيعيا، بل أنا من محافظة تعز ومدني حتى النخاع ومارسي حتى النخاع من هذه المحافظة، لكن لا داعي للخلافة. أنا أدرك بأن هناك تجاهل من الأمم المتحدة على كثير من القضايا التي تقوم بها السعودية، وبالذات في استخدام الأسلحة المحرمة. نعم. حتى أنها لم تقوم أو يعني حتى أنها تستغل عدم تشكيل لجان دولية لمراقبة مثل هذه الأحداث، وبالذات الأسلحة المحرمة. نعم. التي ينبغي أن يكون حتى هناك توازن في عملية الرقابة على وجه التحديد، يعني يدخل الطرف الروسي والصيني بجانب الأمريكي ويشاهدوا ما يدور. طيب عظيم. هناك تكتيم على الحقائق وهناك تسويق حتى من الأستاذ باطرفي، حتى مع احترامي له. طيب خلينا شديد هنا يغفل كثير من الحقائق. طيب خلينا نرجع تاني، يعني هرجع لك تاني أستاذ فهمي. لأنه يمني. طيب وصلت الفكرة. ديفيد ديروش في واشنطن، واشنطن هي من زودت المملكة بالفوسفور الأبيض لاستخدامه في معارك حربية تقليدية، هذا ما جاء في التقرير. السؤال يعني هل حصلت واشنطن على ضمانات من المملكة بألا يستخدم ضد المدنيين؟ أنت قلت في البداية أنك يعني لا تشاهد أدلة على أنه تم استخدامه بالفعل. بشكل عام عندما تبيع أمريكا سلاح هناك قيود على كيفية استعمال هذا السلاح، ويجب أن نعرف أن الفوسفور الأبيض هو سلاح شائع يستخدم في القنابل اليدوية وقذائف المدفعية إلى آخره، والسعودية يمكن أن تحصل عليه من أي مكان في العالم. هو ليس سلاحا محظورا دوليا ويجب ألا يستخدم مثل أي سلاح آخر ضد الأهداف المدنية. إذن لا أعتقد، أو مرة أخرى، لا يمكن استخدامه بالطريقة التي يزعم. إذا أرادت السعودية استخدامه بطريقة فعالة
فيجب أن تستخدم المتفجرات وليس الفوسفور الأبيض. أنا رأيت تقاريرا تفيد أنه استخدم في اليمن، ولكن لم أرى أنه استخدم بطريقة عشوائية بطريقة تصل إلى جريمة حرب. هناك أخطاء ترتكب بالتأكيد، والجيوش الأكثر تقدما من السعودية مثل أمريكا أيضا تخطئ، ولكن لم أرى استخدام متعمد وضد الأهداف المدنية. طيب، سنتوقف عند هذه النقطة ونخرج لفاصل قصير نتابع فيه الأخبار في 3 دقائق ونعود ونستكمل النقاش مع ضيوفنا الكبار. طابت أوقاتكم من جديد. أخبار منتصف الساعة. أبطل الكونغرس الأمريكي رسميا الفيتو الرئاسي والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 من سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية ومسؤولين كبار فيها في خطوة من الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس أوباما سدة الرئاسة. وقد أيد 348 نائبا في مجلس النواب تجاوز الفيتو الرئاسي في مقابل 77 صوتا رافضين. وكان مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية من الجمهوريين قد أيد النص في وقت سابق اليوم بشكل يشبه الإجماع أيضا. أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستطرح في مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز إطلاق النار في يدين إطلاق النار في الحلب، مؤكدا أن الذين سيمتنعون عن التصويت لصالحه سيجازفون بتحمل مسؤولية المشاركة فيما وصفها بجرائم الحرب. كما اقترح الوزير الفرنسي في كلمته أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بحث قرار في المنظمة الدولية لوقف إطلاق النار في حلب، مشيرا إلى أن القرار سيضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها. حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظير الروسي سيرجي لافروف من أن واشنطن ستوقف أي تعاون مع روسيا في سوريا، خاصة إقامة مركز مشترك للتنسيق العسكري، ما لم تضع موسكو حدا لهجوم حلب وتعيد العمل باتفاق الهدنة. وقد ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيري بأن كيري أبلغ لافروف بأن واشنطن تحمل موسكو من جهتها مسؤولية التصعيد في حلب، بما في ذلك استخدام القنابل الحارقة والخارقة للملاجئ والتحصينات في مناطق مدنية. بدورها قالت الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ كيري بضرورة احترام واشنطن لتعهداتها فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في سوريا. في غضون ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن من يستخدم أسلحة أكثر دمارا في سوريا يرتكب جرائم حرب. يأتي ذلك فيما قالت منظمة طبية تعمل في حلب إن أكبر مستشفيين في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة شرقي المدينة أصيبا بضربات جوية، ما أدى إلى توقفهما عن العمل بشكل مؤقت. كما قتل 6 أشخاص في قصف أصاب مركزا لتوزيع الخبز في حي المعادي في مدينة حلب. ميدانيا أيضا أعلن الجيش السوري تدميره مقر اجتماعات لقياديين في جبهة فتح الشام جبهة النصرة سابقا في حي صلاح الدين بحلب، مشيرا إلى أنه دمر كذلك مستودعات للسلاح والذخيرة في منطقة المدينة القديمة. أهم وآخر ما لدينا من أنباء، نعود ونلقاكم بالمزيد من التفاصيل والأخبار في نشرة أخبار العالم الآن المفصلة على رأس الساعة المقبلة. كالمعتاد تحياتي تحيات فريق الإعداد والتنفيذ في غرفة الأخبار. سلام عليكم. الاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع اليمني باستخدام أسلحة محرمة دوليا، موضوع حلقتنا الليلة في تقرير خاص. أعود مجددا إلى ضيوفي لنستأنف النقاش، أعود للدكتور خالد بطرفي ضيفي في جدة. طيب دكتور بطرفي، هناك جهات ومنظمات حقوقية يمنية تعتزم مقاضاة حكومة المملكة بسبب استخدام هذه الأسلحة أمام هيئات دولية، يعني ألا تخشى المملكة من هكذا تحركات؟ و يعني كيف تحضر نفسها لترد على هذه الاتهامات؟ هو الذي يعني يعطيك مؤشر على مدى مصداقية بعض الأخوة اليمنيين ما ذكره ضيفك من صنعاء الأستاذ فهمي من أنهم قاموا باحتلال مدن سعودية كنجران وجيزان ومنطقة عسير، يقولها بكل ثقة وكأننا يعني كأن الناس تصدق، لا أدري من يصدق في اليمن،
ولكن هذا يعطيك مثال على عدم مصداقية هؤلاء في كل ما يذكرون. أي منظمات تحت سيطرة الحوثيين تخضع لهذا الغسيل للأدمغة وهذه الاتهامات الغريبة التي لا يقبلها عقل ولا منطق. فليتقدموا، يعني أمامهم سنتين من الحرب، لماذا لم يتقدموا إلا الآن؟ هم يتهمون بأننا نقوم بذلك منذ وقت طويل، فليتفضلوا يعني لتقديم شكاويهم إلى أي مكان. وفي المقابل فإن الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية في اليمن واليمنيين الذين تضرروا من القصف الحوثي ومن الاعتداءات على الحريات وعلى الصحفيين وعلى المدنيين وعلى القبائل وتفجير المساجد وتفجير المؤسسات التعليمية سيرفعون أيضا قضاياهم على الحوثيين، وسنرى من معه الحق ومن سينتهي الحكم لصالحه. نعم. طيب أستاذ فهمي اليوسفي، سمعت الكلام الدكتور خالد بطرفي، هو يقول يعني لماذا الآن إذا كانت هذه الاتهامات تكال للسعوديين منذ عامين، لماذا الآن يعني إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل؟ ألا يرجح هذا فرضية تراجع الحوثيين وبالتالي محاولتهم يعني التغطية والتعمية على ذلك باختلاق هذه القصص؟ يا عزيزي، الميدان يؤكد ذلك، واعتقد أتمنى كما رديت عليك أن يكون هناك وفد إعلامي يتأكد من الحقائق في الميدان، وستجد أن السعودية هي من تسوق الكذب وتسوق الانتصارات الوهمية وتستخدم مثل هذه الأسلحة لأنها عجزت وفشلت من تحقيق الأهداف التي كانت رسمتها. لو أن السعودية انتصرت حقيقة، هي راهنت وفق تصريحات العسيري بأنه سيحقق كل الأهداف خلال الشهر الأول من العدوان، لكن ها هي اليوم سنة وعشرة أشهر ولم تحقق السعودية أهدافها سوى استنزاف المدنيين، وآخر مجزرة للمدنيين كانت في سوق الهنود بمحافظة الحديدة، والتي ينكرها الأستاذ بافرسي من أنهم استهدفوا مدنيين وما إلى ذلك. مع أنني وكل الاحترام للدكتور بافرسي باعتباره أكاديمي، وأبقى تؤثري أيضا بقية البافرسيين الذين اشتركوا بمجزرة الكرامة في اليمن ممن هم محسوبين على تنظيم القاعدة. السعودية اليوم يا عزيزي هي استخدمت الفوسفور المحرم دوليا في اليمن، والذي يفترض أن يكون هناك منظمات دولية تولى التحقيق في هذا الجانب، والتي حرصت السعودية من استدعاء حتى هذه المنظمات بما فيها منظمة الصليب الأحمر عندما أقدمت على تصفية أحد طاقمها كوسيلة لـ طيب أستاذ فهمي، هذه طيب خلينا لأنه أيضا في اتهام في هذه النقطة للحوثيين. طب خليني بس أقول لحضرتك إنه في اتهام للحوثيين باستخدام ألغام أرضية، هذا من منظمة هيومن رايتس ووتش. طيب هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين بأنهم يعني يزرعون الألغام الأرضية ضد المدنيين، ويعني لا يلقون بالا بالمدنيين، وبالتالي يسقط اكبر عدد من المدنيين جراء هذه الالغام الارضيه. في تقرير هيومن رايتس ووتش يقولون ان هذا يشير الى القسوه البالغه للحوثيين في زرع هذه الالغام، يعني هذه نقطه ايضا كيف تردون عليها؟ يا عزيزي هم الموضوع هو الاسلحه المحرمه، واعتقد الالغام هي فعلا محرمه، لكن منظمة هيومن ريتس هي منظمة تتبع اللوبيات الصهيونية منذ الفترة الماضية، ولها مهما قدمت تقارير تدين هذا الطرف، لكنها تقدم وتخدم الطرف المضاد المساند للطرف الصهيوني. وهذا يعني هذا كلام صحيح ولا لا؟ يعني في ألغام أرضية ولا ما فيش؟ يا عزيزي لا استطيع الجزم بان هناك الغام ارضيه، لكن الطرف السعودي هو من يسوق هذا الكلام بان هناك الغام ارضيه لكي يزرع الغام، وهذا ما حدث في محافظه تعز وما حدث في اكثر من مكان، وبالذات في المناطق الجنوبيه محافظه عدن وغيره. واعتقد هي عدت فرق داعشيه متخصصه بهذا الجانب بعد ان استعانت بجزائريين وفلسطينيين واوكرانيين، اليوم هم متواجدين بمحافظه تعز بعد ان اصبحوا مطرودين من
المجاميع لزراعة الألغام. نعم. طيب خلاص وصلت الفكرة أستاذ فهمي، أشكرك. نعم. طيب وصلت الفكرة. ديفيد ديروش، يعني سؤال مهم هنا، يعني إذا كانت هذه تقارير إعلامية أو تقارير صحفية مقابل تقارير أخرى، يبقى أن كل طرف من الطرفين يلقي باللائمة على الآخر أو يلقي بالتهم على الآخر. السؤال هنا، هل من الناحية العسكرية هناك من وسيلة يمكن التحقق بها في من فعلا ارتكب هذا فيما يخص الألغام الأرضية، فيما يخص الأسلحة المحرمة واستخدامها في حرب اليمن؟ الألغام محظورة بشكل عام، الفوسفور الأبيض غير محظور، هذا يعتمد على طريقة استخدامه. يمكن أن تقيم الضرر وتنظر على الصور وتقوم بالتحليل وتقرر هل السلاح محظور أم لا، واستخدم بطريقة لا تمييز فيها أم لا. يجب أن تفهم أن الأخطاء تحدث في الحروب، هناك حالات القنابل الذكية لا تكون ذكية. إذن هذه مشكلة صعبة جدا، ودراستي للموقف تظهر أنني لم أرى استعمالا عشوائيا للفوسفور الأبيض ولا للقنابل العنقودية من جانب التحالف العربي. الضيف على حق، السعودية ليست قريبة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والقيام بحملة جوية من بعد وبدون مراقبين على الأرض، وهذا طبعا غير موجود في حالة السعودية، هذا يزيد من فرص حدوث أخطاء، أن تقصف هدفا لا تريد أن تقصفه. إذن هنا موقف لسوء الحظ الكثير من اليمنيين سيعانون منه، ولكن بدون ارتكاب جرائم حرب. نعم، لكن يعني عندما تزرع قوات معينة ألغام لكي توقف تقدم قوات أخرى برية، هل هذا جائز من الناحية العسكرية مثلا؟ غير مقبول قانونيا استخدام الألغام. لا، هناك مشكلة بالنسبة للألغام عندما يكون هناك جيش غير منضبط، وأعتقد أن الحوثيين لم يظهروا أنهم منضبطون. يجب أن يتم جمع كل الألغام. هناك مناطق مثل البوسنة بعد انتهاء الحرب 20 سنة لا تستطيع أن تذهب إلى الحقول خشية الألغام. هذا سلوك إجرامي في رأيي، زرع الألغام، ولا أعتقد أن هذا يجب أن يسمح به. لم أرى أي مؤشرات أن التحالف السعودي استخدم الألغام في اليمن. طيب، هذا أطرح سؤال مهم أعود به الأستاذ فهمي اليوسفي من جديد في صنعاء. طيب أستاذ فهمي، هذا الكلام يعني يعيد إلى الأذهان مفاوضات الكويت واتهام الحوثيين بإفشال هذه المفاوضات، لأنهم ببساطة أعلنوا عن مجلس رئاسي استبقوا به نتائج هذه المفاوضات، وبالتالي أدى هذا إلى فشل هذه المفاوضات من جديد. هنا يعني يعتقد كثيرون بأن الحوثيون يريدون إطالة أمد الحرب نظرا لارتهان قرار مد الحرب أو إيقافها بيد إيران وليس بيدهم. يعني كيف تردون على هذه النقطة أيضا؟ أولا دعني كرد خلي هذا السؤال أرد على ضيفك الخبير العسكري الأمريكي، لأن زراعة الألغام كما قال سلوك إجرامي، وتزويد دول التحالف بالأسلحة المحرمة أيضا سلوك إجرامي. السعودية عندما تتهمهم بزراعة الألغام كتبرير لفشلها لعجزها عن دخول صنعاء وكثير من المناطق التي أصبحت مصيدة وبالذات في مناطق نعم، والذي من المفترض أن يتم مقاضاة كل شركات السلاح الأمريكية التي تزود الأسلحة السعودية وبقية دول التحالف بالأسلحة المحرمة، هذا استنادا إلى القانون الدولي، هذا لا يعفيها من الجرائم. ولهذا الولايات المتحدة هي ملتزمة أيضا للسعودية بإخراجها من هذه الجرائم من خلال الحيل والحركات والتبرير الإعلامي أمام الرأي العام. نعم. حتى لا تستغل نقطة. طيب. من بقيتها. لكن أنا أعتبر بالنسبة لمفاوضات الكويت الطرف الذي يستخدم الحيل اللي عرقلت الجانب اللي عرقلت الجوانب العسكرية والتبريرات، وأيضا استخدم لعرقلة سير المفاوضات
وارساء دعائم السلام في اليمن، يعني كلما كان هناك اتفاق على هدنه معينه في منطقه معينه كلما سارع الطرف المضاد لخرقها من خلال القصف الجوي المستمر التي تقوم بها دول التحالف بقياده السعوديه. بمعنى حتى مفاوضات الكويت رغم ان تكليف الممثل الامم المتحده ويلد الشيخ وفق القانون وميثاق الامم المتحده لا ينبغي ان يكون مندوب طالما وما هو محسوب على طرف معين بحكم انه كان مرافقا نعم لكن هو الشبكة العربية يعني الكل بما فيهم مبعوث الامم المتحده الكل اجمع على ان الحوثيين هم من افشلوا هذه المفاوضات لانهم اعلنوا عن مجلس رئاسي بالتحالف مع علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي قبل نتائج هذه الانتخابات، وبالتالي يعني هذا من وجهه نظرهم طيب. اعتقد لم يرد في قرارات مجلس الامن انه يمنع التحالف بين الحوثيين وقرار وانصار الله على وجه التحديد، هذا من المضحك وتبريرات غير منطقيه. من حق اليمنيين ان يختلفوا وان يتحالفوا و هذا حق مغفول وهذه طبيعه اي طبيعه السياسه بشكل عام. نعم لكن الاعلان عن مجلس رئاسي قبل انتهاء المفاوضات هذا شيء غير طبيعي كمان، يعني الهدف منه افشال المفاوضات. المفاوضات انا اريدك ان ترد على هذه النقطه. فشل المفاوضات سببه ارتهان القرار بيد ايران، هل يعني هل هذا صحيح؟ لا. ما مدى صدقيه هذا الكلام؟ لا توجد اي بصمات، لا توجد اي بصمات لايران في الساحه اليمنيه، واتحدى هم يثبتوا ذلك، اتحدى ان يثبتوا بان هناك قطعه سلاح ايرانيه وردت اليمن، بينما نحن نستطيع ان نثبت بان الاسلحه الامريكيه والمحرمه الان موجوده وتستخدمها السعوديه بما فيها الطيارين بما فيها والى اخره. نعم. ولهذا هي استبعدت المراقبين الدوليين، حرصت على استبعاد المراقبين الدوليين. وصلت الفكره استاذ فهمي. على نعم. أشكرك شكرا جزيلا. وفصل أخير ونعود بعده لنسمع من الأستاذ باسم الشعبي الذي انضم إلينا الآن، كانت هناك صعوبات تقنية، هو ضيفي في عدن، سنسمع منه بعد الفاصل، ابقوا معنا. في المجلة هذا الأسبوع، بين الفن والهندسة والغربة والحنين إلى الوطن، محمد حافظ فنان سوري يحفر سوريا الماضي والحاضر في مجسمات إبداعية عكست أعماله الفنية التنوع والتسامح الديني في سوريا ما قبل الحرب. المجلة مع كورين فرحات، السبت في الأوقات التالية عبر قناة الحرة. أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص باسم الشعبي الكاتب والمحلل السياسي رئيس مركز مسارات الاستراتيجية والإعلام. أستاذ باسم أهلا بك، نتحدث عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في اليمن، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الموضوع، إلى الاتهامات التي يكيلها كل طرف للآخر؟ الحوثيون يقولون إن التحالف العربي وقوات عبد الرب منصور هادي تستخدم هذه الأسلحة، بينما أنتم تقولون إن الحوثيين هم من يستخدمون القنابل العنقودية وغيرها من هذه الأسلحة. يا عزيزي، لو كان التحالف العربي يستخدم الأسلحة المحرمة كانت المعركة قد انتهت من وقت طويل في اليمن، لكن نحن نستطيع أن نثبت بأن الحوثيون استخدموا أسلحة محرمة في اليمن، لا سيما في عدن وفي تعز، استخدموا المدفعية الثقيلة، استخدموا القنابل العنقودية، استخدموا القنابل المحشوة بالمسامير، استخدموا كثير من الأسلحة المحرمة في عدن، وما يثبت ذلك هي الإصابات التي تعرض لها مدنيون ونشطاء في المقاومة الشعبية، كشفت عنها التحليلات الطبية والاكتشافات الطبية في كثير من الدول العربية التي سافروا إليها لتلقي العلاج. هناك الآن حملة كبيرة جدا في مدينة عدن لإعداد ملف لملاحقة جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. أيضا في تعز هناك حملة مماثلة في هذا الجانب يتم إعدادها الآن لملاحقة مجرمي الحرب الذين استخدموا أسلحة محرمة في تعز وفي عدن وفي غيرها من المدن اليمنية التي يعني سيطروا عليها أو التي وصلوا إليها. طيب. في الحقيقة يعني فيما يتعلق طيب خلينا بس لأن الوقت ضيق وحضرتك يعني في الاخر يعني الوقت ضيق، خلينا نسالك سؤال مهم بالمدنيين. انه نعم. انه كما تكال الاتهامات للحوثيين بانهم يختبئون وسط المدنيين، هناك اتهامات لقوات الرئيس عبد الرب منصور هادي بانها يعني تتسبب في زرع الالغام في مناطق مدنيه من قبل الحوثيين، حتى وان صدقت يعني هذه
الأنباء أو هذه الاتهامات بالنسبة لهم؟ يعني هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق هذه القوات، ما ردك؟ فيما يتعلق بالتستر بالمدنيين، جماعة الحوثي لا تتستر بالمدنيين فقط، وإنما تقوم بقصف المدنيين وتحميل قوات التحالف عمليات القصف. حدث هذا في أكثر من منطقة كانت تتواجد فيها قوات الحوثي، آخرها في الحديدة وفي مدن أخرى، في عدن أيضا حدث هذا، كانت جماعة الحوثي تقوم بقصف بعض المنازل والأحياء السكنية، وتدعي بأن طائرات التحالف هي من قصفت ذلك لكي توسع عملية الإدانة وتحشد الرأي العام ضد جماعة ضد قوات التحالف. فيما يتعلق بالألغام، المعروف أن جماعة الحوثي هي التي زرعت الألغام في المدن التي كانت تتواجد فيها. في عدن كان هناك أكثر من 25,000 لغم زرعت في الجهة الغربية لمدينة عدن باتجاه محافظة لحج. أيضا ألغام زرعت في نهم وفي تعز وفي مناطق عديدة من قبل جماعة الحوثي، لكننا بالحقيقة لم أسمع، أنا كمتابع وكمراقب سياسي الوضع، لم أسمع بأن قوات الشرعية أو قوات الرئيس عبد الرب المنصور هذه قامت بزراعة ألغام في أي من المناطق التي تسيطر عليها الآن أو التي كان يسيطر عليها جماعة الحوثي. طيب. بالحقيقة هذا محض افتراء من قبل جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. طيب. هو يريد أن وسط الفكرة فهمي اليوسفي، يعني كيف تردون على هذا الكلام؟ هناك يعني جهات كثيرة داخل تعز وفي عدن وفي الكثير من المدن اليمنية يجهزون ل يعني مقاضاة الحوثيين على الجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين، هل ألا يخشى الحوثيون من عقوبات دولية إن شئت يعني تعطل موقفهم أكثر الآن؟ يا عزيزي، الحوثيين أعتقد يحترمون القانون الدولي أكثر من أي طرف ثاني، ويحترمون القيم الإنسانية وقيم الحياة بشكل عام، بينما الطرف المضاد لا يحترم مثل هذه الأشياء. أنا محافظة تعز الذي يتكلم عنها الأخ من عدن هي محافظتي ومتبع لكل الأحداث كما أشرت سلفا أولا بأول، ولست منتميا للحوثيين ولست شيعيا من هذا المنطلق، لكن ألمس بأن الذي يتحصن بالمدنيين ويستهدف المدنيين وما حدث في وما حدث لأبناء قرية الصغاري من سحل، وما حدث لبنت الرميمة، وما حدث من سحل واتقت من كل العدسات ونشرت من كل الفضائيات يؤكد. لكن هي تستعين اليوم ببعض المرتزقة من أبناء محافظة تعز، ومنهم أريد أن أذكر بالاسم عز الدين الأصبحي الذي يدعي حقوق الإنسان، والذي إذا هو يحترم حقوق الإنسان لم يذهب للسعودية التي تنتهك، أكبر دولة تنتهك حقوق الإنسان. نعم. وأكبر دولة لها تاريخ دموي. طيب. على اعتبار أن وصلت الفكرة لضيق الوقت. شكرا أستاذ فهمي. نعم. طيب دكتور. نعم. خالد بطرفي، يعني الأمور وصلت الآن تقريبا إلى طريق مسدود فيما يخص هذه الأزمة بشكل عام، كان يخشى من يعني أن تدخل اليمن في حرب أهلية، وللأسف الآن هي بصدد ذلك، ما هو المخرج برأيك؟ هو المخرج أن يتعاون مع المجتمع الدولي في تطبيق القرار 22/16، وهو قرار ملزم لأنه يأتي تحت الفصل السابع. مثل هذا القرار طبق في تحرير الكويت، واشترك المجتمع الدولي كله بقوات وحققوا النصر بهذا التعاون. نحن الآن لا نجد هذا التعاون المطلوب تحت البند لتنفيذ هذا القرار، رغم أنه في آلية الأمم المتحدة مجلس الأمن أن قرارا كهذا مفروض أنه الأمين العام يعود إلى المجلس بعد 15 يوم من صدور القرار ويقول إذا كان الطرف المعني بالقرار، في هذه الحالة الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، التزمت به أم لا. لم يعد إلى يومنا هذا، لأنه يعلم إذا عاد إلى المجلس وقال هذا الكلام فيصبح أمام المجتمع الدولي إلزاما أن يشارك بقوات عسكرية لتنفيذ هذا القرار. حتى الآن لم ينفذ هذا القرار، كل المحاولات السلمية فشلت. يعني الخطة، خطة السلام التي قدمها ولد الشيخ في مؤتمر الكويت رفضها الحوثيين تماما. الخطة التي قدمها جون كيري في للجنة الرباعية في جدة وضمن تنفيذها أو قبولها من الحوثيين لأنها بنيت أساسا على مطالب الحوثيين أيضا رفضت.
وقاموا هم بإجراءات أخرى من بينها المجلس السياسي، ومن بينها ما اتضح الآن من أنهم طلبوا من البرلمان الإيراني كما أعلن علي لاريجاني بأن إيران رسميا تدعمهم. والأخ يقول أنه لا توجد بصمات لإيران في اليمن، كل هذا ولا توجد بصمات، صواريخ زلزال التي يضربون بها أو يحاولون يضرب بها المدن السعودية أعلنت إيران أنها صواريخ إيرانية. وهو يقول أن يعني دليل على مدى مصداقية الخطاب الحوثي، يقول أن العسيري أعلن أنه خلال شهر ستنتهي الحرب منذ بدايتها، وهذا كلام غير صحيح وهو بابليك ريكورد يعني. يعني دليل بس على مدى مصداقية الأخوان وانتقائيتهم نفس المنظمات التي نعم وصلت الفكرة دكتور خالد. طيب خلينا نسأل ديفيد دروش. نفس المنظمات الإنسانية التي يبنون عليها ادعاءاتهم هي التي يتهمونها بموالاة الصهيونية. طيب ديفيد دروش، يعني يقال أو يعتقد كثيرون أن المفاوضات فشلت لأنه لم يكن هناك ضغط كافي من واشنطن، ما رأيك؟ السعودية دولة ذات سيادة، هناك اختلافات بين السعودية وأمريكا حاليا، وأعتقد أن قدرة واشنطن على الضغط على السعودية هي أقل بكثير مما كانت في السنوات الماضية. وأعتقد أنه لو واشنطن حاولت الضغط على السعودية فإن السعودية ستقول بعد 4 أشهر سيكون هناك رئيس جديد، دعونا ننتظر ونرى. قدرة أمريكا على أن تملي على السعودية، هذه القدرة ليست كما يعتقد بعض الناس. لكن على الجانب الآخر، على الطرف الآخر، على الحوثيين وحلفائهم وإيران، مرة أخرى لدينا قدرة محدودة على الضغط على إيران والحوثيين، ولو نحن غير مستعدين لعمل أكثر مما عملنا والوسائل العسكرية لا تبدو فعالة. وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. من نرى ما يمكن لأمريكا أن تفعله. شكرا ديفيد ديروش من واشنطن، دكتور خالد بطرفي في جدة، فهمي اليوسفي في صنعاء، وضيفي في عدن باسم الشعبي. وأشكركم مشاهدينا، نلتقي الأربعاء المقبل إن شاء الله في تقرير خاص جديد. في أمان الله.